في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، نستأنف هذه الدروس في تدبر كلام الله جل وعلا، واليوم مع سورة الكوثر في ليلة الأربعاء 22 من الشهر الخامس من عام 34 و400 ألف. هذه السورة أيها الأخوة، قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أجملها من سورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أجملها من سورة وأغرز فوائدها على اختصارها. وصدق، وهذه السورة هي أقصر سور القرآن. أما من حيث الآيات فعدد آياتها 3 آيات تشترك معها سورة النصر والعصر، وكلاهما أيضا كل واحدة منهما 3 آيات، ولكن سورة الكوثر أقل في عدد الكلمات وفي عدد الحروف، ومع ذلك فهي مليئة جدا بالدروس والوقفات التدبرية. ولذلك فقد سألني البعض: هل ستأخذ اليوم سورتين؟ قلت: سأنظر. وعندما وقفت مع هذه السورة، لولا أن ليس من منهجنا أن نقسم السورة قسمين ما دمنا في قصار السور، لجعلتها في درسين، لما رأيت فيها من دروس وعبر ووقفات وآثار ترون بعضها بإذن الله، لأنني حريص جدا على الالتزام بالوقت. وبعض الأخوة يقول: لو أنك أطلت قليلا وزدت الوقت قليلا من أجل الفائدة، لكنني لن أفعل ذلك، لأنني أقدر الأخوة وأقدر ظروفهم، وبخاصة أن الليل بدأ يقصر، فألتزم بالوقت المحدد جمعاً بين الأمرين، وسأحاول بإذن الله أن أقف مع أبرز ما فيها من دروس وعبر. ورد لها أسماء، من أبرزها 3 أسماء، أو هي التي وردت: سورة الكوثر، أو إنا أعطيناك الكوثر، وسورة النحر. والسورة قيل مدنية وقيل مكية. الذين قالوا إنها مكية قالوا لأنها نزلت بسبب موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور قالوا إنها مدنية، ولكن الذي ترجح لدي أنها مكية، وربما أنزلت مرة أخرى في المدينة، ولكن نقول الأرجح أنها سورة مكية والله أعلم. ممن قال بذلك الحسن وعكرمة وقتادة، واختاره ابن كثير، وإلا فالقول إنها مدنية قال به جمهور من المفسرين. فضل هذه السورة عن أنس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما. طبعا هذا الحديث مما يستدل به الجمهور على أنها مدنية.
إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. وورد هذا الحديث بألفاظ أخرى، وهذا الحديث حديث عظيم، وسيأتي بإذن الله مستقبلا بحديثنا في صحيح مسلم، لأن الحديث له وقفات وله آثار، إنما سأمر اليوم إشارة إلى بعض هذه الوقفات في هذا الحديث. وهنا مقصد هذه السورة هو الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنه في مقابل ما وصفه به المشركون كأبي جهل والعاص بن وائل وغيرهم، عندما وصفوه بالأبتر، لأنه كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمر له ولد ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فاعتبروا أن الذي لا يخلف ولدا ذكرا أن ينقطع نسله من صلبه يعتبر أبتر، كما هو معروف في الجاهلية أو عند العرب. وسبب النزول هو كما قلت أن بعض كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه القاسم، قالوا إنه الأبتر، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القول، فنزلت هذه السورة على القول بأن السورة مكية، ولكن جمعها وبين ما ورد في حديث أنس عند مسلم قالوا أن السورة يمكن أن تنزل مرتين، ويكون سبب نزولها مرة أخرى هو هذا الحديث، أي قصة النهر الذي وعد الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم، فأي كأنها نزلت في مكة ولم يكن فيه الوعد بهذا النهر في الجنة، نسأل الله أن نرد على هذا الحوض العظيم وإياكم ووالدينا والمسلمين أجمعين. ثم نزلت مرة أخرى يكون في المدينة بالوعد بالنهر، لا أن السورة لأول مرة تنزل، والله أعلم. على كل حال المسألة كما قلت هي مسألة خلافية بين العلماء. السورة مليئة وفيها بشارة أيها الأخوة، وأمر وإنذار للمشركين، فهي تتضمن معاني عظيمة جدا، بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكوثر، وأمر له بشكر هذه النعمة بالصلاة والنحر، وتحدي للمشركين وبيان من هو الأبتر حقيقة، وأن المشركين وأن هؤلاء الذين عابوا النبي صلى الله عليه وسلم هم من يستحق هذا الوصف. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر اختلف العلماء فيه، فأكثر ما تعرفون أنهم يقولون الكوثر هو حوض في الجنة أخذا من هذا الحديث، ولا شك أن هذا معنى صحيح، ولكن القول الراجح ذكر العلماء عدة معاني للكوثر، قيل هو هذا النهر، وقيل إنه النبوة، وقيل إنه القرآن، وقيل إنه نهر آخر في الجنة، وقيل هو الخير الكثير، وقيل هي كثرة أمته صلى الله عليه وسلم، كثرة أمته لأنه أكثر الأمم والأنبياء أتباعا، وقيل إنه رفع ذكره. والصحيح أن الكوثر هو الخير العظيم الذي يصعب حده، كل ما ذكر تدخل فيه من النبوة والكتاب والرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، كلها تدخل في إنا أعطيناك الكوثر. فإذا نقول إن أفضل تفسير للكوثر ليس فقط أنه النهر أو الحوض المورود، وإنما هو الخير الكثير الذي لا يحد، الخير الكثير الذي لا يحد من النبوة والكتاب وكثرة الأتباع والشفاعة العظمى والذكر الحسن، بل حتى أن قال العلماء أن من هذا الخير الكوثر كبت أعدائه ووصفهم بأنهم هم الأبتر، هذا قالوا انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا، فهو داخل في هذا الكوثر الذي أشار الله جل وعلا إليه.
فصلي لربك وانحر. قيل إنها الصلاة كلها، وقيل إنها صلاة العيد. واذبح وانحر أي انحر ضحيتك، وقيل إن أعم من ذلك. فصلي ربك دائما وتقرب إلى الله جل وعلا بالنحر. إن شانئك قالوا هو مبغضك، مبغضك هو عدوك، هو الأبتر، هو المنقطع. فالأبتر في عدة تأويلات، قيل الحقير الذليل، وقيل هو الفرد الوحيد، وقيل هو الذي لا خير فيه، إلى غير ذلك من الأقوال، وكلها تدخل في الأبتر. فهو الحقير الذليل البغيض المنقطع، فهو كلها تدخل فيه. ولذلك ذكر العلماء من المعاني التدبرية الجميلة جدا الكوثر والأبتر. فالكوثر هو الخير الذي لا ينقطع ولا يحد، أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين وصفوا بالأبتر هم الذين استحقوا هذا الوصف، الأبتر، وهو المنقطع من الخير الفائض الشر. انظر المقابلة بين أول السورة وآخرها، فالخير أعطيناك الكوثر، الخير الذي لا ينقطع، وعدوك وشانئك ومبغضك والذي وصفك بالأبتر هو الأبتر، هو الذي انقطع خيره وفاض شره. وهذا معنى تقابل عجيب، وهو معنى تدبري ذكره العلماء في دلالة هذه السورة، والله أعلم. قيل أنه المقصود به أبو لهب، وقيل أبو جهل، وقيل العاص بن وائل، والصحيح أنه يدخل فيه هؤلاء ويدخل فيه غيرهم ممن أتى ويأتي مخاصما للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المعاني السريعة نبدأ بالوقفات، سواء تتعلق بالمعاني أو التدبر الذي هو صلب هذا الدرس، بعيدا عن التفاصيل. واعذروني على الاختصار حتى نحصل ونقف مع أهم ما في هذه السورة القصيرة بآياتها وكلماتها وحروفها، وهي أقصر سورة كما قلنا في القرآن. ولذلك هذه من عجب القرآن، أن سورة أقصر سورة وممكن أن يؤلف فيها جزء ولا يصل الإنسان أيضا إلى نهاية معانيها. لعلنا ونحن نقرأ هذه السورة، إنا أعطيناك الكوثر صلي لربك وانحر إن شارك الأبتر، نقف عند هذه المعاني، نستحضرها أو نستحضر بعضها، وليس مجرد قراءة سريعة أو أن نحصر الآيات على بعض ألفاظها. فأولا، إن أول ما بدأ إن للتأكيد، فحرف إن كما تعلمون هو تأكيد للخبر بأنه اهتمام. فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم والقارئ يهتم، ما هو هذا الشيء الذي يقول سبحانه وتعالى عنه إنا، وهو وصف العظمة، وصف الله جل وعلا، أعطيناك الكوثر. ثم قالوا إن وصف العظمة، لم يقل إني، إنا، وهو وصف لله جل وعلا. قالوا فإذا دليل على أن العظيم لا يأتي منه إلا شيء عظيم، العظيم لا يأتي منه إلا شيء عظيم. يقال إن أحد الملوك أو الخلفاء أو الوجهاء جاءه رجل وطلب منه عطية، وكان من حول هذا الوجيه أو هذا الزعيم والملك قديم القصة يتصور أنه سيعطيه قليلا من المال، فأعطاه كثيرا، أعطاه مالا كثيرا. فلما خرج قيل له إنك أعطيته شيئا كثيرا، وهو يحتاج إلى شيء يسير، أو ما كان يتوقع منك إلا شيئا يسيرا. قال إن كان يليق به الشيء اليسير فلا يليق بي أن أعطيه اليسير، فأعطيته ما يليق بي لا ما يليق به، أعطيته ما يليق بي لا ما يليق به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أعرابيا جاءه غنما بين واديين صلى الله عليه وسلم، ولذا كان كالريح المرسلة في عطاء الخير صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا جئت إلى كريم، ولا شك أن الله أكرم الأكرمين، تطلب منه شيئا لا تتوقع منه إلا الخير العظيم، لا لأنك تقول أنا هذه حاجتي، لا، ولكن لأنك تعرف أنه هو لا يعطي الشيء القليل. وأذكر يوم من الأيام حضرت مجلسا، وكان أحد الأخوان عنده مشروع خيري، فقال له أحد الأشخاص الموجودين
ألم تذهب إلى فلان وتكلمه؟ قال لا ما ذهبت، ولكنه أرسل لي المبلغ الفلاني. المبلغ الفلاني أيها الأخوة كان من 5 أرقام وزيادة، مبلغ فوق 100,000. فقال أعطاك 100,000؟ قال نعم. قال عجيب. قال ليش؟ قال ما يعطي 100,000، هو ما يعطي إلا مبالغ أكبر من ذلك، لكن يبدو أنه ما عرفك، ما يعرف يعطي 100,000 ولا 200,000، يعطي 500,000، يعطي 1,000,000 في مشاريع الخير طبعا، لكن يبدو أنك ما دمت أنت لم تذهب إليه أن الوسيط لم يوضح له المشروع كما ينبغي، وإلا لا يعطي هذا المبلغ. فلذلك الله سبحانه وتعالى عظيم، إنا أعطيناك، فيكفي أن يقول إنا أعطيناك تنتظر شيئا عظيما من الله جل وعلا، وهذا ما يليق بصاحب الخير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الكرماء على مدار التاريخ. هنا سر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة إنا أعطيناك الكوثر، هذه لها معنى عظيم، هي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، بشارة له بالخير الكثير، وبشارة له بكبت أعدائه. ولهذا معنى أيضا ذكر العلماء معنى جميل جدا، وهو لكل واحد منا، لأن كل قراءتنا هنا ووقوفنا نريد ما نستفيد منه مباشرة، ليس مجرد العلم النظري. وهو قضية إذا رأيت أن إنسان في كربة فانقله عن هذه الكربة إلى المعنى الإيجابي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هم من هذا الوصف أنه أبتر، وهو وصف يعتبره الجاهليون وصف شنيع، فنقله الله من هذا الهم إلى معاني عظيمة، أنك لست أنت الأبتر، بل إننا أعطيناك الخير الذي لا ينقطع، وهو ضد الأبتر، وفي الوقت نفسه نقله إلى أنهم هم الأبتر. فهذا يدعي منا منهج قرآني وتربوي أيها الأخوة. يوسف عليه السلام لما قال لأبيه الرؤيا وقص عليه الرؤيا، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حقيقة يوسف شاب وبدأ يفكر، طيب مجرد أن يقص الرؤيا على أخوانه سيكيدوا له كيد، يعني سيأتيه الآن هواجس إشكالات، ماذا فعل؟ لماذا يكيدوا له كيدا؟ أي جريمة فعلها وهو لم يفعل شيء؟ لا شك. فمباشرة يأتيه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. سبحان الله، نقله من التفكير الذي كان قد أشغل باله لماذا أكيد لإخواني إلى خير عظيم قادم، فينسى هذا الكيد الذي يكيد لإخواني. ولما وضعوه في البئر، طبعا شاب، أخذوه بحيلة من أبيه وفي وسط البرية ويضعونه في البئر، تصوروا هذا الهم، تصوروا هذا الإشكال، تصوروا ماذا سيرد على خاطره من احتمالات كثيرة جدا. يأتي مباشرة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، كم فيها من تفاؤل، كم فيها اطمئن لن تموت في هذا الوضع الذي سيتحقق لك خير عظيم، فنقله من الهم اليسير الذي يحيط به في البئر إلى الأفق البعيد. فلذلك إذا جئت إلى محزون، إلى مكلوم، فانتقل إلى هذا الأمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، واحد دخل على زوجته وجد منها خلق غير مناسب ينقله النبي صلى الله عليه وسلم، إن كره منها خلقا، هذا الذي رأيت الآن، رضي منها خلقا آخر، تذكر حسناتها، تذكر ما لها من خير، تذكر تذكر فينقله. هذا أيها الأخوة ألقيت فيه محاضرة كاملة حتى أختصر بعنوان الاستغراق في اللحظة الحاضرة. أخطر ما تصدر القرارات الخاطئة أو المواقف الخاطئة بالاستغراق باللحظة الحاضرة، ووجدت أن أكثر ما يقع من حالات الطلاق أو بل حالات القتل في الاستغراق باللحظة الحاضرة. يستغرق الإنسان مصيبة أو بلاء فيتصرف، ثم بعد شوي يصحي ويكتشف أنه أخطأ، فمن أخطر ما يعانيه الإنسان هذا الأمر. ولهذا أعرف أناسا ومسؤولين يقول لمن حوله إذا أصدرت قرارا وأنا في لحظة غضب لا تنفذ القرار،
انتظروا، إذا بقيت يوم أو يومين وأنا مصر على القرار فنفذوه، لأنه قد يكون أصدر القرار في حالة هم أو حزن أو استعجال أو غير ذلك، هذا استغراق. فالله سبحانه وتعالى قال له لما قالوا له الأبتر، قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نقلوا نقلة أخرى عظيمة جدا من هذه المعاني في هذا الجانب. لاحظ إنا أعطيناك الكوثر، ما قال إنا سنعطيك الكوثر، عبر بالماضي، معناه قالوا تحقق الوقوع. في سورة النحل ما هو مطلع سورة النحل؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا. طبعا ما جاء يوم القيامة إلى الآن، أتى أمر الله يعني القيامة. قال العلماء أتى بفعل الماضي بدل المضارع، ما قال سيأتي أمر الله، قال أتى أمر الله، قالوا لتحقق الوقوع. فهذا يؤكد أن الله يقول له سبحانه وتعالى هذا أمر قد قضي، إن أعطيناك الكوثر. بل قال العلماء إن معنى الماضي هنا إننا أصلا أعطيناك الكوثر باختيارك للنبوة، هذا الاختيار هو من أعظم الكوثر الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليت فقط حصره بالنهر كما ورد في تفسير الحديث، مع أنه صحيح أن النهر من الكوثر ولا شك، وأن الكوثر هو النهر لا شك، لكن لا يحصر فيه. قالوا فقال إن أعطيناك الكوثر، فهو أمر قد سبق وانتهى، وأيضا سيستمر بإذن الله جل وعلا. وهنا قال العلماء أيضا أنه قال إن أعطيناك ولم يقل إن آتيناك، وذكر بعض العلماء لها تأويلات لا أريد أن أطيل فيها، ولكن وردت هذا لموسى لسليمان عليه السلام، هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك. قال العلماء إن الإيتاء أكثر من الإعطاء، لكنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كثير جدا، فهو كثير جدا، فقال إنا أعطيناك الكوثر والله أعلم. فسر إطلاق الكوثر بدون قيد كما قلنا أنه دليل على أنه الخير الذي لا ينقطع. أيضا أن هذا شرف لنا أيها الأخوة، ألستم تلاحظون أن الناس يتشرف الواحد منهم بجده السابع أو الثامن أو العاشر أو العاشر، يكون شخص من أجداده له مفاخر، أما في العلم وإلا في الكرم وإلا في الشجاعة وإلا أنه كان أميرا فيه. وقد يكون الجد السابع أو العاشر يكفي تجده في المجلس يقول أنا من ذرية فلان، مع أنه ليس أبوه المباشر، قد لا يكون والده المباشر، قد يكون كما قلنا الأب السابع أو العاشر أو غير ذلك. فهنا نفتخر نحن ونشرف بأن نبينا أعطي هذا الخير، فهو شرف لنا وفخر لنا، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا أيضا شرف لأمته صلى الله عليه وسلم. فأيضا تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطيناك الكوثر، من عظمه الله وشرفه لا يليق لأحد أن ينتقصه. نعم، فمن كان مكرما في قومه تجد كيف الناس يكرمونه، لو كان الناس في مجلس والناس يدخلون فردا فردا في مناسبة، ثم جاءوا قالوا جاء فلان له وجاهة له علم، تجد ناس قد يستقبلونه عند الباب، تجد أن الناس يضعون له مكانه. سألني أحد الأخوة بالأمس سؤالا فقال في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وبينما جعل الله إياكم منهم من أهل من المؤمنين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فقلت لهم معنى لطيف جدا، قلت لو أنك جئت أو دعوت ضيفا له شأن ستجد أنك تفتح الباب قبل مجيئه بفترة استعداد له وتهيئة له، بينما تأخر فتح الباب له معنى. ثم في عنصر المفاجأة للكفار لما تفتح الأبواب يجدون جهنم أمامهم والعياذ بالله. فالشاهد هنا أن الله قد كرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخير بهذا العطاء، فإذا من كرمه الله وعظمه فيجب أن يكرم، وهذا معنى من المعاني التي أخذها العلماء في هذا الجانب.
أيضا أيها الأخوة، قالوا هذا فيها بشارة، هذه فيها رسالة لكم من وجهين. كيف؟ رسالة للداعية أن يفرح بنصر الله له، لأن نصر الله لنبيه هو نصر له. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فأنت داخل بهذا النصر، فمهما جاءك من العقبات ومهما جاءك من المشكلات ومهما جاءك من المصائب، فأنت كما أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم كما هنا فإنه ناصرك. قالوا والمعنى الثاني وهو جميل جدا أيها الداعية، أيها العالم، أيها المربي، أيضا قدم البشارة للناس. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن، قال لهما يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. الداعي يجب أن يبشر الناس، أن يعطي الناس الأمل، أن لا يعطيهم ما يسوءهم، لأن بعض الدعاة هداهم الله قد يلقي كلمة فيقنط الناس من رحمة الله جل وعلا، وهذا معنى حقيقة عظيم. بينما الإنسان كالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس بل يوصي بالبشارة، فأنت إذن هذه السورة بشارة لك كما بشر الله نبيه إنا أعطيناك الكوثر. قالوا وبمقدار ما معك من ميراث النبوة فلك نصيب في هذه البشارة. تريد مزيد من البشارة؟ تريد مزيد من هذا الخير، من هذا العطاء؟ ازدد من ميراث النبوة، وازدد بالتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مضطرد تماما ونراه رأي العين. وفي الوقت نفسه أيضا كما أن الله جل وعلا بشر نبيه، فنبيه صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس، بل يوصي بشر ولا تنفر، أي أن تبشر الناس إذا جاءت مشكلة، أعطي الناس الأمل، أبشروا سيكون لها حل، سيكون لها نهاية، لا تقنطهم، لا تؤيسهم. هذا منهج في نفسك ومع زوجتك، مع أولادك، مع طلابك، مع جماعة مسجدك، مع الناس إذا ذهبت أن تدعوهم مهما كانت المشكلة. هذا معنى عميق أيضا من هذه المعاني، والله أعلم. من هذه أيها الأخوة، قال العلماء هذه الآية فيها جانبان، كوثر وأبتر. فكل من كان ملتزما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فله من الخير، وكل من كان هاجرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فله من الشر. قالوا فالمؤمنون لهم نصيب من هذا الخير، إنا أعطيناك الكوثر، وأهل البدع بمقدار ما عندهم من البدعة فإن لهم من هذا البتر وهذا الشر، إن شانئك هو الأبتر، لأن البدعة فيها عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة لمنهجه. هنا وجدت مقابلة جميلة ذكرها عدد من العلماء مع سورة الماعون. قلنا لك من ترتيب السور هو قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع السورة وما بعدها، أو قد يكون الصحابة في ذلك بخلاف الآيات، فهو توقيفي الآيات. الشاهد قال العلماء في سورة الماعون عجب، فالله سبحانه وتعالى قال ذكر فيها البخل، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. لاحظوا قالوا قابلها هنا إنا أعطيناك الكوثر، فقابل البخل بالخير العظيم. هناك فيها بيان البخل يدع اليتيم، وهنا بيان الخير العظيم. قالوا هناك قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، قابل هنا فصلي لربك وانحر. قد يقول لاحظ صلي لربك، هناك سهو عن الصلاة وغفلة عن الصلاة وإهمال للصلاة، وهنا حث على الصلاة وإخلاص لله جل وعلا. ولذلك الذين هم يراءون، لاحظ الذين هم يراءون أي قد يصلون ولكنهم كالمنافقين يراءون. الناس على نوعين، بل ذات أنواع، نوع لا يصلي، ونوع يصلي مرائيا، ونوع يصلي مخلصا. ففي سورة الماعون قال الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، هنا قال فصلي في مقابل عن صلاتهم ساهون، وفي قوله تعالى يراءون قال فصلي لربك، أي أن تكون الصلاة لله جل وعلا خالصة لله، ليست لأحد من البشر. فقابل هذه الآية بهذه الآية، ثم بعد ذلك قال ويمنعون الماعون، ثم قال بعد هنا وانحر، ومعروف أن الذي ينحر يقسم على الناس ويهدي على الناس، سواء قلنا إنها
العقيقة أو قلنا الأضحية أو قلنا الهدي، ستجد فيها إعطاء الناس. تلاحظون وهالأغلب أنها قالوا في الأضحية، فصلي لربك صلاة العيد وانحر هديك أو أضحيتك. أنتم تعرفون أكثر ما يوزع أيام في اللحوم في السنة هو يوم العيد، عيد الأضحى. فقابل هناك أنهم يمنعون الماعون، حتى الماعون يمنعونه، يطلب منهم الإنسان ماعون ليستفيدوا منه ويمنعونه. وهؤلاء وانحر، أي ومن ثمرة النحر أن تعطي وتهدي. ولكن لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وذبح شاة أمر بتوزيعها، أو أهديت له شاة فأمر بتوزيعها حتى ما بقي إلا كتفها، أبقاه لأهل بيته. يعني كم تصورون الكتف في مقابل بقية الذبيحة؟ عظيم جدا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ذهبت كلها إلا كتفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا كتفها. شفت المعنى كيف؟ ليش؟ لأن الذي أعطيته للناس هو الذي يبقى، أما هذا فأنت تأكل وينتهي. ولذلك كان الإمام أحمد يوم من الأيام يوزع مالا كثيرا، جاءه هدية فما أبقى لأهلي شيء، فقال له ابنه أحد أبنائه: يا والدنا لو أبقيت لنا شيء. قال: لو قلت لي وأنا أوزع لا أبقيت لك شيئا، يعني لو ذكرتني كان أبقيت لكم شيئا، بس ما ذكرتني وحرصت على الخير أزع كل الذي جاءه. بعد أشهر لاحظ أو أي أسابيع نادى ابنه قال: يا بني أتذكر عندما قلت لي لو أبقيت لنا شيئا؟ قال: نعم. قال: لو أنني أبقيت لكم شيئا هل يكون بقي إلى الآن ولا انتهى؟ قال: لا أكيد بيكون انتهى. قال: الحمد لله انتهى وما ضرنا شيء وكلها بقي لنا. معنى عميق جدا وحقيقة هذه المعاني الجميلة. فهنا إذن هناك يمنعون الماعون، وهنا النحر، والنحر فيه الإهداء والإعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديا عظيما ووزع لحمه، ما ذاق منه إلا قطع يسيرة، ما يستطيع، كان مئة عشرات من الإبل صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الوقفات أيها الأحبة، فقوله فصلي لربك وانحر، قالوا يجب أن تكون الصلاة لله جل وعلا. وهنا والنحر لله، عجيب، ألستم تلاحظون هناك من ينحر للأموات؟ بل هناك الآن من ينحر للجن والعياذ بالله، وهناك من كان ينحر للأصنام، سبحان الله. قال العلماء فصلي لربك وانحر لربك، لا بد نقدر هكذا. قال التركيز على النحر هنا لأن هناك الكثير ممن ينحرون لغير الله، أما المشركون فهذا شأنهم. لكن قد يقول قائل: هذا وقت الإشراك وانتهى. لا، ما انتهى. الآن البعض مع كل أسف من أبناء المسلمين يذهب إلى ساحر أو كاهن من أجل العلاج، فيطلب منه أن يذبح شيئا، أن يقرب لغير الله جل وعلا. أما ما يسمى بالذبح للأولياء أحياء وأمواتا فهو الآن قائم في كثير من بلاد المسلمين، يذبح للجن، يذبح للأولياء، يذبح لأشباه أولياء، يذبح للفسقة. لا أقسم باب الإكرام، لا، هو الذبح لهم. هنا قال فصلي لربك وانحر لربك، ولذلك الصحيح أن التي لا يسمى عليها لا تؤكل. القول الراجح في المسألة أن الذي لا يذبح لا يسمي، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مجرد تسمية، لكن التسمية لها دلالة. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لاحظوا كيف سورة الأنعام بعدها: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، خلاص تصبح ميتة. فكيف بالذي يقربها والعياذ بالله لكاهن أو كما يدعي وليا أو من الجن أو غير ذلك؟ فجاءت هذه السورة تقول فصلي لربك وانحر، لابد نقدر وانحر لربك، فجاء التأكيد. قالوا خص الصفتين الصلاة لأن أعظم الأعمال بعد الشهادتين، أعظم الأعمال هي الصلاة، ومن لم تصلح صلاته لا ينظر في بقية عمله، ولا أحتاج أتحدث عن الصلاة ومكانتها ومنزلتها. قالوا والنحر أيضا فيه عمل قلبي اعتقادي، ولكن نرى الضلالة في النحر الآن، الذبح لغير الله جل وعلا كما ذكر، وفي الوقت نفسه بذل للمال. ولذلك الأضاحي قيمة أكثر أجرا أكثرها قيمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم،
إذا أراد الإنسان أن يذبح تميمة يعني عقيقة أو يذبح أضحية أو هدي في الحج فإنه يختار أفضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أثمنها وأغلاها ثمن عند أهلها، فبمقدار ما تغلو الذبيحة فإنه يكون قيمتها ويكون فضلها ومكانتها، ونص على هذين العمرين، قالوا على الصلاة وعلى النحر. أخذ منها بعض العلماء معنى لطيف أن قالوا إن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة، وهذه فائدة أن الإنسان لو نحر يوم العيد قبل الصلاة فهو لحم لا ينفعه، وهذه معاني عظيمة. قد يقول قال طيب شو الفرق، كان واحد الآن نحر وبعد ربع ساعة صلى الناس ثم نحر الآخر، هذه تقبل هذه لا تقبل؟ هذه أعمال تعبدية يا أخوان، هذه أعمال تعبدية. أرسل لي أحد الأشخاص يرسل لي يقول راسل من إيران ويقول إنه كان شيعيا فاهتدى وكان يجهل أمور كثيرة جدا، فيقول هل يمكن أن تعطيني، ولاحظت من خلال أسئلته يا أخوان أحمد الله على النعمة والخير اللي أنتم فيه، ولك اسمحوا لو قلت لكم أن يوسع الصدر عليه، حتى الله أحيانا يرسل وسط الليل وإذا تأخرت ما أجبت خمس دقائق جت علامات استفهام ليش ما رديت عليه، فأحاول أن لأنه حتى نجذب قلب هذا الرجل ونتلافه. فيسأل يا أخوان أسئلة والله أحمد الله أطفالكم يعرفون الجواب عليها. يقول إن إيران كانت تجهلنا قصدا وهم بلاد الأحواز، ولا يزال إلى الآن يقول تجهلنا قصدا وتبعدنا عن المنهج الصحيح. يسأل عن الشفع والوتر يا أخوان، يقول ما أعرف أصلي شفع الوتر، كيف الشفع الوتر؟ يسأل عن طبعا أمور عظيمة ككتب العقيدة، لكن آخر ما سألني بالأمس يقول هل هناك كتاب يبين لنا لماذا نصلي خمس صلوات وتكون كل هذه ركعتين وهذه أربع وهذه ثلاث؟ قلت هذه أمور تعبدية. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها امرأة، هذه معاني دقيقة، وقالت لها لماذا تؤمر المرأة بقضاء الصيام ولا الحائض، تؤمر الحائض بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ هو كان بالإمكان تجد علة سهل الجواب، لكن عائشة أرادت رضي الله عنها تصرفها، قالت لها أحرورية أنت؟ أي من حرورة بلد الخوارج؟ قالت لها لست حرورية ولكني أسأل، يعني أحرورية أنت؟ ليش تسألين هذا السؤال؟ قالت كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص هذا جواب، مع أن بالإمكان أن تقول الصلاة تتكرر وكثيرة والصيام يكون مرة في السنة وسهل، كل هذا ممكن، لكن أرادت تنقلها للأصل أن الإنسان لا يخضع أحكام الله التعبدية. ولكن العلماء ذكروا أن بعض العبادات تعبدية فعلا، لماذا صلاة العشاء أربع ركعات والفجر ركعتين والمغرب ثلاث؟ لا نعلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلذلك يأتي مثل هذه المعاني العظيمة في هذا الجانب والله أعلم. أيضا من هذه الوقفات المهمة نلاحظ قال العلماء في ثلاث سور خص بها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت تفيدها الأمة، قالوا سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك، وأيضا سورة والضحى والليل إذا سجى، وسورة إنا أعطيناك الكوثر. فهذه كلها سور للنبي صلى الله عليه وسلم وتبين خصائصه وتنقله لمعاني عظيمة من الفضل الذي ذكره الله جل وعلا له وبيان شكر النعمة وشكر المنعم جل وعلا. ثم ذكر العلماء قالوا الإسلام لا يمكن، المسلم لا يمكن أن يكون أبتر بل معه الخير العظيم، ما دمت مسلما فلا يمكن أن تكون أبترا، الأبتر هو صاحب الشر. ولذلك قال العلماء تأملوا أيها الأخوة، مهما كان صاحب الشر يرفل في مظهره في نعيم فهو في الحقيقة أبتر، يعيش شقاء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قفوا مع هذه السورة، والله هذه الآية وقفت معها طويلا يا أخوان، أين وقفت؟ لاحظوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لو قال في الآخرة واضح عقابهم يوم القيامة، لكن قال في الدنيا. طيب ألسنا نراهم على المراكب وأصحاب القصور؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون مظهره
الثراء أو المنصب أو الجاه، لكنه يعيش الألم، يعيش القلق، يعيش البؤس. ولذلك في سورة أيضا مرة أخرى في سورة النور ختم: والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة، قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه حقيقة أزلية أيها الأخوة تفيدنا، مهما رأيتم هؤلاء الكفار والله يعيشون البؤس. ولذلك الآن أكثر الأمراض النفسية موجودة في الغرب، المصحات النفسية في الغرب. ومرة أخرى، كلما كان الإنسان أقرب إلى الله كان أقل فيما يتعلق بالمرض النفسي. وقصة ذكرتها لكم سابقا أعيدها لأهميتها. عام 1400 كنت في معهد الطائف العلمي، كنت مسؤولا عنه، فكان الدكتور أسامة الراضي هو مدير مستشفى الصحة النفسية في الطائف، ولم يكن في المملكة كلها ذلك الوقت يا أخوان مستشفى للصحة النفسية في الطائف واحد فقط، له اسم آخر معروف مشهور فيه، اسمه مستشفى شار ويسمى اسمه. فجاء وألقى محاضرة، أذكر كلمتين عظيمتين، قال، يقول: أنا في هذا المستشفى، وهو مدير المستشفى منذ سنوات طويلة، جاءني من كل الأجناس والأشكال من الأثرياء والفقراء والوجهاء وغيرهم، إلا نوع واحد ما جاءني أبدا. من هم؟ قال: هم أهل القرآن، مطوع، يقول كذا بالعبارة، قال: ما جاءني مطوع مريض نفسي أبدا. ثم عقب تعقيب أجمل، قال: ولماذا يأتي ونحن في المستشفى الصحة النفسية، يقول، إذا عجزنا أن نعالج المريض نفسيا بعلاجاتنا الموجودة ذهبنا له كذا، يقول لمطوع لصاحب القرآن فرقاه فشفاه الله على يديه. يعني هم الأطباء. إذن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن النور بين يديك، النور من خلال هذا القرآن، من هذا الخير، إنا أعطيناك الكوثر. تريد هذا الخير العظيم؟ كلنا والله نريده، فبمقدار ما معك من ميراث النبوة فمعك من الخير ومعك من هذا النور. الله نور السماوات والأرض. وإذا هذا قالوا من المعاني الجميلة في هذه السورة. أيضا في من المعاني والوقفات، لأني ملتزم بالوقت بإذن الله، معي قرابة ربع إلى ثلث ساعة فقط، من المعاني العظيمة قال العلماء: الكيد والأذى ملازم لصاحب الحق، فكما كاد هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بالأبتر والساحر ومجنون، أبدا كل ما عندهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون. سلسلة الأنبياء كلهم، فكما قال الله في الذاريات لما ذكر الأنبياء جميعا أو أغلب الأنبياء، قال: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فإذن الكيد من الأعداء ملازم. انتهت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار ما معهم من ميراث النبوة سيكون الكيد، كما قلت قبل قليل، بمقدار ما معك من ميراث النبوة لك الخير ولك النور ولك السعادة، هذا صحيح. في المقابل أيضا سيكون لك الكيد. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قرأت والله تغريدة بالأمس عجيبة جدا لأحد المشايخ، جاءتني بالجوال، يقول: لولا وجود المنافقين لاستوحشنا بالطرقات. هالمنافقين والعلمانيين وجودهم لابد أزلي. وطبعا هذه الكلمة كانت أصلها لأحد السلف: لولا ما نجده من البلاء لاستوحشنا في الطرقات. وأذكر أن داعية ولا يزال على قيد الحياة وعمره قرابة، ليس في المملكة ومن إحدى الدول الإسلامية، قرابة 90 سنة، أوذي بأغلب أصناف الأذى حسب ما أعلم، من سجن ومن فصل ومن طرد ومن ضرب ومن غير ذلك. عجيب، وثابت على مبدأه، وإن كان عنده خلل في جانب من المبدأ لكن هو مسلم. فقيل له: أنت الآن جميع أصناف الأذى مرت عليك. العجيب من هذا كلام سمعتها قبل 30 سنة، ولا يزال الرجل إلى الآن وعمره قرابة 90 على منهجه. قال: لولا هذه الابتلاءات التي أصابتني لشككت في طريقي.
لأن الله قال ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا أن نصر الله قريب. إذن أيضا هنا في سورة الكوثر تبين أنه أيضا ملازم، كما أن الخير ملازم لصاحب ميراث النبوة، كذلك أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذن لا تستوحش إذا ابتليت، لا تستوحش إذا أذيت، بل ربما تأخر البلاء يكون من البلاء. وألقيت كلمة قبل 20 سنة عام 1413 وقلت إن من البلاء عدم البلاء. كيف؟ لأن الإنسان إذا مبتلي ظاهرا يبدأ الناس يقول ليش مبتلي؟ ألم يقول الله ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا؟ جلسنا يوم من الأيام مع شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نفس الشيء قرابة 20 سنة. تعرف أن الشيخ عبد العزيز منذ عرفناه وهو في عمله، فبعض الناس قد يقول الشيخ ما أبتلي، فقلنا يا شيخ نريد أن تعطينا بعض ما مر عليك من ابتلاءات. فوالله يا أخوان ذكر لنا من البلاء الذي مر في حياته ما يتعجب منه ولا عجب، بينما ربما الإنسان لو نظر في حياة شيخ وفي عمل يتصور أنه ربما المستعجل وهو صاحب سنة وصاحب منهج، فإذا يمر عليه من البلاءات والابتلاءات حتى قيل له من أناس لهم شأنهم ما هم من عموم سفلة له، قالوا أنتم هبول أنت مجنون، لأن الشيخ كان يتدخل ويشفع ويقف مع الضعفاء والمساكين، فجاءوا حتى هذا الوصف وبدأ يذكر لنا من المواقف العجيبة له. فإذا من البلاء أي عدم معرفة الناس أن فلان ابتلي يبدأ يتهمونه وهو قد ابتلي، لأن الابتلاء قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا. الشاهد الخطاب لي ولك، إذا لم ترى أنك ابتليت نسأل الله العافية، لا تبحث عن البلاء، لكن يقينا يقين بمقدار ما معك من ميراث النبوة والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون البلاء. أشد الناس بلاء الأمثل في الأمثل، الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون؟ ما يمكن، مستحيل، ما يمكن. فهنا جاءت في هذه السورة تبين لنا أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأبتر، فكان يقول هذا طبيعي أن يوصف بهذا الوصف، والله أعلم. حقيقة في وقفة وقفت عندها اليوم، طيب وصف النبي بالأبتر، لاحظوا يا أخوان ما تلاحظون أنه وصف شخصي لأنه ليس له قال ولا ذكر، ألا يعتبر طعن شخصي؟ سبحان الله، إذا عجز الأعداء عن الطعن في المنهج لجأوا للطعن في الشخص، ساحر، مجنون، ما تكلموا عن الرسالة، ما تكلموا عن المنهج، ما تكلموا عن الإسلام، ما تكلموا عن النبوة. ولذلك في معاني أنا سألت أحد الأخوة وأعيد لكم، جميل جدا، كنت عند شيخي الشيخ محمد الشنقيطي قبل 20 أو أكثر من 20 سنة في مكة، فسألني سؤال في سورة النحل، وقيل الذين كفروا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. وقيل للذين اتقوا في الصفحة المقابلة ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. لماذا هناك رفع قالوا أساطير الأولين مع نفس السياق؟ وقيل الذين كفروا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين مرفوعة، ما الذي رفعها؟ وهناك وقيل الذين اتقوا ربهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا منصوبة. الجواب باختصار، هناك لاحظ ما قالوا أساطير الأولين، لأنهم لو قالوا أساطير الأولين يعني أن ربنا أنزل أساطير الأولين فهذا طعن في الله، لكن قالوا لا، ربنا ما أنزل شيء، هذه التي جئت بها يا محمد هي أساطير الأولين وليست وحيا، فكانت خبرا لمبتدأ مقدر. وقال الذين كفروا ماذا أنزل ربكم؟ كأنهم قالوا ما أنزل ربنا شيء، طيب هذا الذي جاء بمحمد، قالوا هذه أساطير الأولين، فهي خبر فرفعوها على أن خبر، فلم يطعنوا، كأنهم لا يريدون يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم. بينما المؤمنون ماذا أنزل ربكم؟ جاء المفعول أنزل خيرا، أنزل خيرا،
هذا الفرق، وهذه معاني تدبر القرآن. كم واحد من يمر عند هذه الآيات في سورة النحل ما ينتبه لماذا رفعت هنا ونصبت هنا؟ إذن هم جنحوا هنا الأبتر، الحيدة عن النقاش الموضوعي. وأنا حضرت نقاشا والله بين شخصين من طلاب العلم في نقاش أذكر عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فكان أحدهما أبلغ بحجته من بعض، ففجأة انتقل النقاش من أحدهم إلى الطعن في الشخص الآخر. قلنا وقف يا أخي، الموضوع النقاش يجب أن يكون في الموضوع لا في الشخص. فهكذا إذن هذا منهج الحقيقة يفعله العلمانيون، الآن يفعلونها الليبراليون، الخصوم يطعنون بالشخص لأنهم يعجزون عن الطعن في المنهج. هنا قالوا عن الأبتر، طيب الأبتر يعني ما هو؟ نقول لهم من هو الأبتر؟ قالوا الأبتر الذي ليس له ولد، تعالوا نسلم لكم جدلا. طيب وش دخل أن ما له ولد بنبوته؟ عيسى عليه السلام لم يتزوج وهو من أولى العزم من الرسل، يعني كان عنده ولد. يعني هل يمكن إذا جاء داعية أو طالب علم قبل أن نسمع منه نقول تعال كم عندك من ولد حتى نسمع منك؟ قد يكون ما عنده ولد، قد يكون لم يتزوج، قد يكون ما يلزم، المهم الحق الذي جاء به. فالحيدة عند هؤلاء موجود الآن هذا المنهج، ويحاولون أن يطعنوا في الشخص، إما في شخصه أو نسبه أو ماله. ولذلك ماذا قال لما ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال هل عسيتم، إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله أعلم الظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يؤت سعة من المال؟ طيب اشتخذ سعة من المال ولا فقير ولا غني؟ بعد كيف؟ فهم يلجؤون إلى الطعن بالشخص لأنهم يعجزون عن الطعن في المنهج. فهنا هكذا لجأوا إلى أن يقولوا الأبتر. طيب هذه حيدة، ناقشوا في الموضوع، ناقشوا في الرسالة، ناقشوا في النبوة، ناقشوا بما جاء. فهذا أيضا من هذه المعاني التي كما هو يكون. أيضا الموازين، اختلال الموازين، الناس يقيمون أحيانا الشخص بماله ولا بجاء، كقوم هؤلاء لم يؤت سعة من المال. طيب حتى لو كان فقير لا يتعلق لا بنسبه ولا بماله ولا بجاهه، إنما بالرسالة التي جاء بها. فالداعية لا ينظر إلى هذا الأمر. ذكر العلماء أن أحد التابعين لن أذكر اسمه أو لا، وإن كان العلماء ذكروه، قالوا وكان من أئمة العلم في مكة، قالوا فيه سبعة عيوب خلقية، سبعة عيوب خلقية، وكان الملوك يقفون ويجلسون عند ركبتيه يسألونه، بل ينتظرونه الساعات إذا كان يصلي حتى يسلم. مع أن في ليست خلقية، انتبهوا، خلقية، قد يكون في طوله أو قصره أو لونه أو شكله أو غير ذلك، ذكرها العلماء أنا لا أريد أذكره، لكن ما كان ينظر لهذا. المهم الحق الذي جاء به. يقول علقمة يا بني تعلموا الحكمة، فإن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. تعلموا الحكمة يعني العلم، فإن الحكمة أجلست المساكين اللي ما حد يلتفت لهم مجالس الملوك، يأتيهم الملوك ويقفون عندهم، لكن هؤلاء الذين أخذوا الحكمة من بابها. إذن هذا معنى من هذه المعاني. موضوع سب النبي صلى الله عليه وسلم موضوع طويل ولا يخفى عليكم، وهو الآن قد كثر ولو حديث آخر، وسبق أن تحدثت عنه في محاضرات، لكن لا شك أنه كفر. الكلمة التي أقولها هنا، ذكر العلماء أن سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أحد أن يتنازل عنه، لا يملك أحد مخلوق يتنازل عنه. قالوا لأنه حق خاص، ولم يفوض النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالتنازل عن حقه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فسامحوه، فلا يحق لأحد أن يتنازل عن حق غيره إلا بوكالة. لو جاء إنسان الآن مقتول وطلبوا شفاعة لعلهم يتنازلون، جاء عشرة أشخاص وقالوا نحن نتنازل، من أنتم؟ قالوا والله نحن من الجماعة. قال طيب معكم وكالة من أولياء الدم؟ لا، ما معنى وكالة، لا تقبل،
إلا إذا معكم وكالة بحق التنازل. فإذا الصحيح أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ هذا أمر إلى الله، والراجح أنه إذا تاب توبة صادقة أن توبته تقبل عند الله، لأن الله جل وعلا قال بيّن أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب كما بيّن. لكن حق الدنيا حق النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل لا يتنازل عنه أحد. مع كل أسف هناك من يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وقد يوقفون فترة ثم يخرجون، من الذي تنازل عنه؟ والعجيب أنك تجد شخصا قتل شخص، وهذا طبعا حق لا يفهم منه خطأ، وقد يجلس في السجن يا أخوان 30 سنة أو أقل أو أكثر، يريدون التنازل عنه، ما يتنازل عنه يقتل، وهذا حق وعدل، حق وعدل. لكن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يبقى 1 أو 2 سنين ثم يخرج، مع أن المحاكم تكون حكمت عليه أحيانا بالقتل، من الذي تنازل عنه؟ ما دامت المحكمة إذا حكمت على شخص بالقتل لا يمكن أن يخرج من السجن، هذا الواقع. إما أن يتنازل أولياء الدم وإلا يقتل، ولا بعد 20 أو 30 سنة أو أكثر، وقد ينتظر حتى يبلغ القصر، وهذا حق. طيب من الذي تنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي تنازل؟ هذا باب عظيم جدا، فلا يملك أحد التنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كثر الآن مع كل أسف دولة، والله إحدى الدول الخليجية، ليس المملكة، دولة خليجية، رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بشهرين وسجن شهرا وأخرج، وحكم يقولون كذا على الذات ذات الحاكم، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات. الله أكبر، يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم عليه شهرين، وأيضا ما كمل شهرين، شهر وطلع عفو. ولما يقولون سب أمير، نحن ما ندعو إلى سب الأمير ولا غيره، لكن أتكلمكم عن حقيقة، يحكم عليه مع التعزير 3 سنوات، يقول الذات الأميرية. سبحان الله، أين الذات النبوية؟ فهذا خلل كبير جدا، فلذلك شأنه عظيم جدا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، إن كفيناك المستهزئين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيضا أيها الأخوة، في الحديث الذي قرأناه قبل قليل وهو حديث عظيم كما بينا من سبب النزول، لما يأتي يوم القيامة ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي أناس ليردوا على الحوض فيذادون عن الحوض كما يذاد البعير الضال. يعني لو صار لنا إنسان عنده إبل وعنده ماء قليل أو علف قليل ثم جاء بعير من بعيد، ماذا يفعلون؟ يطردونه حتى ما يدخل في إبلها. كما يذاد البعير الضال فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. هذا النهر العظيم الكوثر سيرد عليه أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذادون عنه يطردون، تطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يعني خلوهم يشربون. فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا، يستاهلون. اليوم التغيير قائم على قدم وساق، ناس يدعون للإسلام ليس من الإسلام، أصبح التغيير والتبديل، تقرير راند مرتكز لهم في تغيير دين الله جل وعلا، كما يقال إسلام أمريكان، وهو تقرير راند له مروجوه وله الذين يسعون لتطبيقه، هؤلاء من الذين غيروا وبدلوا، فهم لا يطبقون حق الإسلام. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن محاربة الإسلام علانية صفقة خاسرة، فبدأ فيما يتعلق المخابرات الأمريكية تصدر تقريرها، تقرير راند، هذا التقرير المشؤوم، أي تواجه الإسلام بالمنتسبين للإسلام لكنه إسلام مشوه، إسلام مغير، إسلام مبدل. هؤلاء يقال عنهم يوم القيامة يذادون عن الحوض، عن الكوثر الذي تحدثنا عنه، كما يذاد البعير الضال. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فيقال لا، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله يجعلني وإياكم من الذين لم يبدلوا ولم يغير. من هذه الوقفات السريعة أيها الأخوة، فأيضا أن الإنسان لا ينظر إلى الخير الذي عند الناس، انظر إلى الخير الذي عند الله، وبمقدار ما تتعفف عن الخير الذي عند الناس ولو كان أيضا حلالا، فإن الله يعطيك من الكوثر من الخير العظيم. لأن هناك من باع دينه بدنياه مع كل أسف، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير يقول: بايعنا رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى أن يقول: وأن لا نسأل الناس شيئا. فكلما تعفف المسلم وبخاصة العالم والداعية والرجل الصالح أعطاه الله من هذا الخير، وبمقدار ما يلتفت لما في أيدي الناس حتى لو كان حلالا ينقص الخير الذي فيه. حتى ورد في الحديث الصحيح أن المجاهدين إذا انتصروا وغنموا نقصوا ثلثي أجورهم، وإذا قتلوا فقد أخذوا أجورهم كاملة أو هزموا. إذا كان هذا في الجهاد فما بالك بغيره، لأن هناك مع كل أسف من بدأ يبيع فتاواه يبيع دينه ويأخذ بدينه يبيع دنياه، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. أيها الأحبة، ليس الأبتر معنى أيضا دقيق، ليس الأبتر الذي ينقطع نسبه، فهذا قدر كوني، كون الإنسان يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، هذا قدر الله الكوني، كون فلان عقيم لا حيلة لي ولا حيلة لك فيه، صح من حقي أن يأخذ بالأسباب، لكن الشيء الذي بيدك هذا لا يقال عنه أبتر، الشيء الذي بيدك أن ينقطع عملك بعد وفاتك، هذا هو الأبتر الحقيقي. لا صدقة، لا علم ينتفع به، لا ولد صالح، طبعا ولد صالح ما جاءه ولد، طيب علم، ليس علم أن يكون عالما، أن تطبع كتاب، أن تعلم في تحفيظ القرآن. أتعلمون أن هؤلاء الأخوة، وهذه مسألة دقيقة، الذين يعلمون الأطفال، والله إنني أغبطهم في الحلقات، ربما لو دخل علينا قالوا هذا أستاذ جامعة رتبة أستاذ برسفور عظمناه، ودخل علينا شخص آخر قال هذا معلم أطفال يعلم أطفال الحلقة أولى ابتدائي، والله هذا أحق بالتعظيم والمكان. ليش؟ لأنه يعلم هؤلاء الفاتحة، كم سيقرأ المسلم الفاتحة في حياته وهذا الرجل يدر عليه الخير؟ إذا كان في السنة الواحد يقرأ الفاتحة أكثر من 10,000 مرة، فالذي علمك الآن الفاتحة في صغرك له من الأجر مما قرأت. ولذلك قال شيخ السعدي في فهمه العظيم، واسمحوا لي على تجاوز دقائق كثيرة، يقول إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له، قال لا يلزم أن يكون من صلبه. كل من علمت، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في سورة الإسراء، يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يقول كل من علمت وربيت فإن لك أجره، لأن الله قال يقول رب ارحمهما، ما قال كما ولداني، قال كما ربياني. فكل من اشترك في هذه العلة وهي التربية حتى لو لم يكن ابنه من صلبه فإنه ممن لا ينقطع عمله فيه. فإذا أساتذتك الذين توفوا رحمهم الله وأساتذتنا جميعا ومشايخنا العمل مستمر لهم كما يستمر. يمكن الواحد يكون لخمسة من الأبناء، 10 من الأبناء، أو من الأحفاد 20، لكن يمكن يكون من التلاميذ آلاف. إذن الأبتر هو الذي لا يترك عملا يبقى بعد وفاته، فحذاري أن نكون من هؤلاء. أيضا من هذه الوقفات السريعة في معنى لطيف جميل: من الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله. لاحظ: إنا كفيناك المستهزئين، إن الله يدافع عن، في معنى لطيف. إذا وقع في عرض عالم قالوا الأولى ألا يدافع عن نفسه، إنما يدافع عنه الآخرون، فهو أقوى بالدفاع من أن يدافع عن نفسه، وإن كان من حقه أن يدافع عن نفسه، من حقه، لكن أن يدافع عن الآخرون. أذكر معركة نشأت يا أخوان بين رجل محسوب على العلمانية وبين مجموعة من طلاب العلم قبل أكثر من 20 سنة. حدثني رجل من خاصته، طبعا هلك الرجل انتهى، يقول: وجدته حزينا كئيبا. فقلت: ليش؟ قال: هؤلاء الذين تكلمت فيهم وردوا
يقول في الحقيقة لم يردوا علي، الذي رد علي أناس من تلاميذهم وليسوا من بلدانهم، بينما يقول أنا ما أحد من زملائي دافع عني، وهو رجل فكر فكر منحرف، فيقول من أشد ما على نفسه أنه لم يدافع عنه أصحابه، بينما المشايخ هؤلاء دافع عنهم تلاميذهم وأساتذتهم وزملائهم. فإذا ثم في فائدة أخرى، إذا طالب العلم تناوله أحد الأولى أنا أقول لا يرد. يرد ليه؟ لن أسلم للنفس وتخلص من حظ النفس. هنا الله سبحانه وتعالى هو الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنك بيناك المستهزئين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فعلينا هذا أيضا يحملنا مسؤولية أن ندافع عن مشايخنا إذا تناولهم أحد، وهذا موجود الحمد لله. ولا يحرص الإنسان، هذا رأيي، أن يدافع عن نفسه، لأنه إن كان حقا فستجد من يدافع عنه، إن كان باطلا فلا تلتفت إلى الباطل، والله أعلم. من هذه الوقفات أين الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأبتر؟ أين هم؟ انتهوا. لولا أن تأتي مناسبات مثل هذه بذكر ما حد عرفهم. وبقي الذي وصفوه بالأبتر هو هذا الخير العظيم صلى الله عليه وسلم، لسان صدق في الآخرين، هي كلمات سريعة فقط. أيضا قال بعض العلماء مشروعية الدعاء على الظالم، لأن الله قال الأبتر وهؤلاء ظلمه، فيجوز قالوا من ذلك يؤخذ من هذه السورة مشروعية الدعاء على الظالم. أيضا قالوا من يسب النبي صلى الله عليه وسلم هو المنقطع أثره وخيره في الدنيا والآخرة، وهذا أمر مشاهد نراه واقعا وعيانا وبيانا. أيضا أين كثير من هؤلاء الزعماء والظلمة وأصحاب الأفكار المنحرفة؟ ماتوا. هل يقارن فقط مجرد الذكر؟ الذكر بس، ولا ما عند الله أعظم؟ الإمام أحمد بن أبي دؤاد، لا، الإمام أحمد يقول خرج من بغداد في جنازته قرابة 1,000,000، وابن أبي دؤاد المعتزلي الذي فرض القول بخلق القرآن قالوا لم يخرج وقد مات بالفالج إلا أفراد معه. من يعرف ابن أبي دؤاد؟ الموجودين الآن كم منهم يعرف ابن أبي دؤاد؟ شيء عجيب يا أخوان، هذا الأبتر حقيقة. فتمسك بالعزة، تمسك بالدين، تمسك بمنهج الله ورسوله، ليبقى لك هذا الخير. أيضا من هذه الوقفات استنبطها بعض العلماء، قال ما جاء في القرآن التعظيم إلا جاء معه الإفراد، إنا أعطيناك الكوثر إنا فصلي لربك، إفراد. ويقول الله سبحانه وتعالى نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم، في تعظيم، واشكروا لله، فيه إفراد. ألم نشرح لك صدرك، نشرح لك، في تعظيم، نون الجماعة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى أن قال وإلى ربك فارغب. فقالوا إذن ما جاء التعظيم إلا جاء معه، استنبطها بعض العلماء، معه الإفراد لإخروج من باب الشرك وبيان توحيد الله جل وعلا. ثم أيضا قالوا ما جاءت لفظة أعطى هكذا، قال ليس مني، أنا أخذتها ولم أحررها، كلمة أعطى إلا مع لفظ الرب، إنا أعطيناك الكوثر، ما قال فصلي لله، قال فصلي لربك. قال الله جل وعلا أيضا ولسوف يعطيك ربك، نعم، وأيضا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولسوف يعطيك ربك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، جزاء من ربك عطاء حسابا. وهذا استنباط جميل، أتمنى من طلاب العلم أن يتابعوا هذه المعاني لجمالها واستنباطها بدون تكلف، بس يتأكدوا من دقتها، لأن البعض قد يستنبط معاني لا تكون دقيقة، والله أعلم. أقفوا عند هذا الحد نظرا لأن الوقت فعلا قد انتهى، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإن شاء الله لقاءنا في الأسبوع القادم مع سورة الماعون، وهي سورة عظيمة جدا. لا تنسوا لإخوانكم في سوريا، ادعوا لهم أيها الأخوة، وأبشركم في حقائق وفي انتصارات عظيمة، وكنت متواصلا معهم البارحة في محاضرة عبر الهاتف، أمور تسر والله، ولكن ويسيطرون على قرابة 70% من أراضي الشام، نسأل الله أن يقر عينا بانتصارهم انتصارا عظيما. فادعوا لهم وادعوا لإخوانكم في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وباكستان وفي اليمن وفي أثيوبيا وفي مالي وفي كل مكان وفي بورما، ادعوا لإخوانكم، يخصوهم بالدعاء، ادعوا لإخوانكم في الصومال، لا تنسوا إخوانكم في كل بلد، وهذا من فضل الله جل وعلا، خصوهم بدعائكم، لأن الناس قد ضعف دعائهم الآن وضعف قنوتهم، فلا تضعفوا بذلك مع الدعمهم بكل ما تستطيعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.